بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نشوفوا إن شاء الله برودكسيون إكريت على موضوع ديال ليكزود رورال، يعني الهجرة القروية، وغادي نخدموا عليه إن شاء الله بالبلون أناليتيك. أول شيء غادي نشوفوه هو كيفاش غيكون هذا لو بلون أناليتيك، من بعد نجمعوا الأفكار اللي كتحدث على الأسباب ديال الهجرة القروية أو ليكزود رورال، والأفكار اللي كتحدث على النتائج ديال هاد الظاهرة، ومن بعد نديرو إن شاء الله الحلول ديال هاد الموضوع أو المشكل. نبدأ على بركة الله. أول شيء لانتخودكسيون إن شاء الله غادي تكون على الشكل التالي: Aujourd'hui personne ne peut nier que، يعني في يومنا هذا لا أحد ينكر أن، نديرو الموضوع ديالنا هنا، est devenu de plus en plus omniprésente dans notre pays، يعني قد أصبح أكثر فأكثر شبه أو أصبحت شبه حاضرة في بلدنا. Donc, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et comment peut-on le vaincre؟ يعني إذن ما هي أسباب ونتائج هذه الظاهرة وكيف يمكن القضاء عليه؟ هذه بالنسبة للتصميم ديال المقدمة. بالنسبة لل développement غادي يكون مقسم لجوج ديال لي باراغراف. الباراغراف الأولى غادي تتحدث على لي كوز ديال اي ظاهره، والباراغراف الثانيه ديال العرض غادي تتحدث على النتائج. بالنسبه للباراغراف الاولى غادي تكون على الشكل التالي: الي ان كونتيستابل كو لا سيتوياسيون ريزولطون دو، يعني من المعروف ان يعني الحاله الناتجه عن، كندير الموضوع ديالنا، اي اوجوردي بلو الارمونت كونتوني دو سي multiple causes dont je cite، يعني قد أصبحت في يومنا هذا أكثر أو تنذر بالخطورة نظرا للعديد من الأسباب، وأذكر من بينها، كنديروا جوج نقط هنا، cause 1 يعني السبب الأول كنطرحوه هنايا، en plus يعني بالإضافة إلى هذا كنديروا cause 2، وهنا في الأخير كنديروا et enfin cause 3 يعني السبب الثالث. بالنسبة للباراغراف الثانية ديال لو ديفلوبمون غادي تتحدث على النتائج، يعني لي كونسيكونس غادي تكون على الشكل التالي: كونتو كونسيكونس دو، يعني بعلاقة بنتائج يعني الموضوع، إل سون تا لا فوا أسي فاغيي إي دونجوروز إي باغمي ليكيل جو نوت بخوميغمون، يعني النتائج هي مختلفة وخطيرة، وأذكر من بينها هنا بخوميغمون أولا، يعني كونسيكونس أون يعني النتيجة ديال هذه الظاهرة النتيجة الأولى، دوزيامون النتيجة الثانية، و فينالمون كونسيكونس 3. ننتقلوا لا كونكليزيون كيفاش غتكون، مثلا اون غيز دو كونكليزيون يعني كخاتمة، ولا بور كونكلير يعني للختم، ولا بغيف باختصار، ولا نقدر نعطي الرأي ديالي أو نعطي شي حل، مثلا أمون نافي عفوا جو بونس كو، يعني في رأيي أعتقد أن. دابا شفنا لو بلون اناليتيك كيفاش غنخدموا عليه، غادي نمشيو مباشره نطرقوا الافكار اللي يعني كتحدث على لي كوز ديال هاد الظاهره. انا درت واحد ثلاثه ديال الافكار هنا كاقتراح وللاستئناس فقط، ربما يعني يمكن لكم تاخذوها ك يعني امثله وتقدر ديروا اسباب اخرى ديال هاد الظاهره. بالنسبه للسبب الاول: لي جون غيرو كيت لا كومباني بور سانستالي اون فيل اي تروفي un travail mieux payé qu'à la campagne، يعني الناس القرويين كيغادروا القريه باش يستقروا في المدينه، وباش يعني يوجدوا العمل يعني احسن، يعني الاداء ديالو او الاجر ديالو افضل من هذاك الاجر اللي كياخذوا فالقريه. السبب الثاني: les catastrophes naturelles comme la sécheresse et les effets du changement climatique pousse les gens à s'enfuir vers les villes qui leur facilitent d'améliorer leur façon de vivre. يعني الكوارث الطبيعية بحال الجفاف ويعني هاد التغيرات ديال المناخ كدفع الناس أنهم يهربوا أو يغادروا يعني في اتجاه ديال المدن اللي كتسهل عليهم أنهم يطوروا يعني نمط العيش ديالهم. وعنا السبب الثالث: ceux qui résident dans la campagne pensent que la ville offre plusieurs
services nécessaires aux gens, tels que les écoles et les hôpitaux. C'est pourquoi ils préfèrent quitter vers les villes, يعني الناس اللي كي يعني كيسكنوا أو كيعيشوا في القرية، كيعتقدوا على أن المدينة كتمنحهم العديد من الخدمات الضرورية يعني للناس، بحال لي زيكول يعني المدارس والمستشفيات. سي بوكو يعني لهذا كيفضلوا انهم يغادروا تجاه المدن. هنا شفنا لي كوز، نديروا واحد ثلاثه ديال النتائج ديال هذه الظاهره، تقدروا ديروهم في ورقه ديال الوسخ، يعني نقترح افكار كيف ما بغى يكونوا، لانني الا بديت الموضوع ديالي مباشر يعني بدا نكتب غادي نوصل لواحد يعني واحد النيفو، وغادي نوقف، غادي توقف لي الافكار. فقط الا كان عندي تصميم وكانوا عندي الافكار كيبقى لي غير التنسيق ديال الموضوع ديالي، وكيجيني سهل انني نكتب موضوع. بالنسبه لي كونسيكونس، عندنا ليكزود رورال اوغمونت لوطو دو شوماج، عفوا لوطو دو شوماج اون ريزون دو مونك دومبلوا بارابور او دوموند دومبلوا، سو كي انجندر اون اوغمونطاسيون دو طو دو كريميناليتي، يعني الهجرة القروية عفوا، يعني كترفع من المعدل ديال البطالة بسبب غياب الوظائف مقارنة مع طلب ديال التوظيف، الشيء اللي يعني كيزيد في واحد يعني كيرفع من النسبة ديال الجريمة. وعندنا لو موفمون دي زانديفيدو فيغ لا فيل بروفوك اون بينوري دو مان دوفر dans l'agriculture, ce qui entraîne une baisse de production agricole. يعني الحركة أو يعني يعني الهجرة ديال الأشخاص تجاه المدينة كي يعني كيخلق واحد يعني النقصان في اليد العاملة بالنسبة يعني الفلاحة اللي كتكون في القرية، وهذا الشيء اللي كيخلي يعني نسبة الإنتاج الفلاحي كتنخفض. وعندنا لا فيل est incapable de satisfaire tous les besoins nécessaires aux gens à cause du nombre élevé de la population. عفوا يعني المدينة غير قادرة على تلبية الحاجيات الضرورية ديال الناس بسبب يعني المعدل ديال الساكنة المرتفع. شفنا لو بلان ديالنا او التصميم ديالو كيفاش غيكون، غادي نشوفوا ان شاء الله. وشفنا كذلك عفوا الافكار اللي كتحدث على الاسباب ديال هذه الظاهره والافكار اللي كتحدث على النتائج. غنمشيو مباشره للموضوع ديالنا كيفاش غيكون، فاش غادي ننسقوا ما بين لو بلون اناليتيك اللي شفنا وما بين الافكار اللي جمعنا باش يكون عندنا موضوع متناسق. بالنسبه للانترودكسيون ها هي كامله مكموله، يعني هذا اللي بالاصفر هو لو بلون اللي شفنا، فقط كنزيدوا هذا الموضوع ديالنا هنايا. وعندنا لو ديفلوبمون، هذه الباراغراف الاولى اللي كتحدث على الاسباب، نفس الشيء هذا اللي بالاصفر هو لو بلون ديالي، وهذا يعني هذا اللي بالابيض هو الافكار اللي جمعتها، يعني اسباب ديال الهجره القرويه. وبالنسبه للباراغراف الثانيه ديال لو ديفلوبمون اللي كتحدث على لي كونسيكونس، هنا هذا اللي بالاصفر هو لو بلون ديالنا، وهاد ثلاثه هما يعني الافكار او النتائج اللي جمعنا على حساب الموضوع ديالنا اللي هو الهجره القرويه. وبالنسبه لا كونكلوزيون غتكون على الشكل التالي، يعني هذه فقط كمثال، تقدر دير اي خاتمه بغيت يعني على حساب انك تقترح حلول ديال هاد الظاهره ديال الهجره القرويه. مثلا امون نافي بور فانكر سو فينومين لو غوفيرنمون دو اوفرير دي سيرفيس سوسيو et économique dans les zones rurales par la mise en place de projets industriels et commerciaux. يعني في رأيي للقضاء على هذه الظاهرة، الحكومة يجب عليها يعني توفير خدمات اجتماعية واقتصادية في المناطق القروية عبر يعني خلق مشاريع صناعية وتجارية. تقدر دير اي فكرة بغيت، يعني هذه فقط للاستئناس. هنا شفنا الموضوع ديالنا بصفه عامه، غادي نمشيو مباشره نشوفوا الموضوع كيفاش غيكون في ورقه التحرير. هذه اللي بالاصفر هي لانترودكسيون، دائما كنوصي على انك فاش تبدا الموضوع ديالك في ورقه التحرير خلي واحد الفراغ هنا ديال تقريبا جوج ديال المربعات الا كانت ورقه مسطره، والا ما كانتش مسطره عينك ميزانك، يعني تقدر دير
تقريبا جوج ديال السنتيمتر، وتبدا دائما بحرف ماجيسكيل. هذه لانتروديكسيون ديالنا. كنخليو واحد الفراغ هنايا ما بين لانتروديكسيون اي لو ديفلوبمون تقريبا ديال جوج ديال الاسطر، باش يبان المصحح على انني انتقلت من محور الى محور. هذه اللي بالاخضر هي الباراغراف الاولى اللي كتحدث على لي كوز ديال هذه الظاهره. كنخلي دائما هذا الفراغ هذا باش يكون متناسق مع الفراغ ديال لانتروديكسيون. وهذه اللي يعني باللون الوردي هي الباراغراف الثانيه ديال لو ديفلوبمون، ودائما كنخلي لهذا الفراغ هذا باش يكون متناسق مع الباراغراف الاولى ومع الفراغ ديال لانتروديكسيون. وهذيك يعني هذا الباراغراف كتحدث على النتائج ديال ليكزود غيغال. نفس الشيء فاش كننتقل لا كونكليزيون او الخاتمه، كنخلي واحد الفراغ تقريبا ديال جوج ديال الاسطر باش يبان المصحح على انني دار واحد الموضوع متناسق. واخا تكون عندي اخطاء املائيه ديال غرامير والاورتوغراف، فقط النظره ديال المصحح يقدر يعطيك نقطه جيده. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذه ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق جميعا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وتدعمونا باللايك. شكرا على المتابعه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.